على بركة الله أعود الأخ سالم مصباح في هذه المحاضرة، فأتمنى من الله تعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا. إن الحمد لله قبلنا رحمك أخوكم في الله منصور أبو المنتصر الشيخ إمام خطيب بجامع الحديجية فريق حبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما وإني لا أجلس مجلسا إلا وأوصي إخوتي وأوصي نفسي قبل إخوتي بتقوى الله، وتقوى الله هي موضوع خطبتنا في موضوع درسنا أو محاضرتنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى. وتقوى الله هي وصية الله في الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله في الأولين والآخرين. فعلينا أن نتواصى دائما وفي كل مجالسنا بتقوى الله، كما أن تقوى الله هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأحد صحابته ووصيته لصحابته وصية لنا، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن من التقوى. هذا وقد نادانا ربنا سبحانه وتعالى بصفة الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، عرفت كلمة، وقولوا قولا سديدا نتيجة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ونتعرف كيفاش حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمعنى احرص ألا تموت إلا على الإسلام، فالموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. فالمؤمن لابد أن يحرص أن يتربص بهذا الموت حتى لا يموت إلا على الإسلام. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كل يوم حاسب شو عملت اليوم شو قدمت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إن الله لا تخفى عليه خافية. كما أن هذا النداء أحبتي لم يقتصر
على المؤمنين، بل إن الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن نادى عباده كافة فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وين عندكم الآية؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فما هذه التقوى التي يأمرنا الله بها ويوصينا بها؟ فما هذه التقوى؟ وخاصة أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المتقين، بل أن الله لا يقبل صالح الأعمال إلا من المتقين. من أين لك هذا؟ من كتاب الله. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. نتصور من تصور التقوى. إذا كان صالح الأعمال لا تقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. كما أن العاقبة للمتقين. وقد أخبرنا الله هذا بهذا في كتابه. العاقبة للمتقين. بل إن الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بما لا تحصى ولا تعد من النعم. فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونحن في زماننا هذا أحوج ما نكون وأحوج من غيرنا وأحوج ممن سبقنا إلى التزود بالتقوى. فنسأل الله السميع العليم أن يجعل تقواه هي زادنا. نسأل الله أن يزودنا التقوى. لذلك سئل كان الصحابة يسألون عن التقوى، فجاء أحدهم إلى عمر بن الخطاب فقال: ما التقوى يا ابن الخطاب؟ فأجاب بكلمات يفهمها العامي ويفهمها البدوي ويفهمها المدني ويفهمها كل الناس. فسأله قال: أما مررت بأرض بها شوك؟ ما تعديتش في بلاصة فيها شوك، أرض فيها شوك؟ قال له: بل عديت في أرض فيها شوك. قال له: ما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت، شمرت واجتهدت. يعني البلاصة اللي فيها شوك ما نعفص عليها أتقيها أبتعد عنها، فأحيانا أمد خطاها وأحيانا أقصرها وأحيانا أميل يمينا أميل شمالا حتى أتقي الشوك، حتى أبتعد عن الشوك، حتى أتوقع وخزيت الشوك. بسيط. قالوا: أما مررت بأرض بها شوك؟ قالوا: بلى. فكذلك طريق الجنة التي حفت بالمكاره. طريق الجنة ليس الجنة ليست محفوفة بالورود، بل محفوفة بالمكاره. لماذا؟ لأن سلعة الله غالية. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ وسلعة الله هي الجنة. إذن وقد رتب أحد شعراء الإسلام هذه الكلمات البسيطة فقال: دع الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. شوف كلام بديع.
يستحق أن يعين يحفظه الإنسان ويعين. دع الذنوب كبيرة أو صالح، ما تبحث مكان الأولين والصالحين وأسلافنا الصالحون ما كانوا يسألون الذي زعم كبيرة وصالح. ما كلوا هذه القرآن مش حاجة كبيرة. أعجبي لك أنا بنتي لبستها بتلبس حجابة ما تعمل جين من الوطن وتعمل سيكليست وتعمل تقوى مش أوكي على الأقل رأسها مغطي مش هكذا. فالصالحون كانوا يلتمسون طريق التقوى، قال دع الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك النقطة هيك هي التقوى. واصنع كما جن على أرض الشوك، التماسا من تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه للتقوى، يعني كانت تمشي على أرض الشوك يحذر ما يرى. ولا تحقرن من الذنوب صغيرة، لما قال إن الجبال الرواسي راهي متكونة من الحصى. شوف ناس مريضة. كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل نفس السؤال فأجاب بكلمات بودنا أن نحفظها ونعيها ونعمل بها، بل هي كل كلمة منها محاضرة في حد ذاتها. فقال التقوى هي الخوف من الجليل من الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيم. فقبل أن نأتي بالتفصيل على هذه ونقف عند كل كلمة قالها عمر، علينا أريد أن نلتمس صفات المتقين عسانا نتصف بهذه الصفات ونلتحق بإذن الله تعالى بقافلة المتقين. من أين لك هذا؟ أحبتي إنه من كتابه، إن المتقين وصفهم رب العزة في كتابه الذي يتلى إلى قيام الساعة، فعلينا أن نلتمس صفاتهم ونتصف بهم عسانا عسى الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع المتقين. نسأل الله أن يجعلنا مع المتقين ويحيينا مع المتقين ويحشرنا مع المتقين. فقال الله سبحانه وتعالى في قرآن نزل تعقيبات على هزيمة ميدانية، فقال سبحانه وسارعوا، بعد أن نهانا عن أشياء يمكن أن تكون سبباً في المذلة، سبباً في الهزيمة، سبباً في الانتكاسة، كما حدث في غزوة أحد، ولكن غزوة أحد هي اختياراً ربانياً، لأن كما يقول سيد قطب في تفسير هذه الآيات رحمه الله يقول إن الله اختار للمسلمين ما هو أغلى من النصر ومن الغنيمة، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بذاته من عليائه تربية أصحاب محمد بالقرآن إذ كان ينزل بين أظهرهم وبالأحداث، فلم تغنيهم الدروس القرآنية عن الدروس الميدانية، ويبقى هذه سنة الله في الأمة المحمدية. نعم، لابد لنا من الدروس الميدانية والعبر، فكانت الدروس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، فكانت فيهم الجراح، وكانت الهزيمة في غزوة أحد، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله في حفرة حفرها الأعداء، وكسرت رباعيته، وظن الصحابة أنه قد قتل، لأنه نادى مناد آنذاك أن رسول الله قد قتل، وقيل في التفسير أن المنادي هذا إبليس والعياذ بالله.
فولى الصحابة إلى الظل وانتكسوا حتى نزل فيهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فيمن نزل الصحابة الكرام إن كانت عندهم لابد لهم من الدروس الميدانية لا يكفيهم الدروس القرآنية دروس الوحي وكله وحي بعد أن نزلت بعد أن كانت هذه لازمة ميدانية نزلت دواعي لأن النفوس اهتزت من الداخل اهتزت من الداخل وزلزلوا ولكنهم تأدبا مع الله لم ينطقوا ببنت شفا إنما الله الذي طلع على ما في قلوبهم قال أو قال لهم أخبرهم بما كنت بما في صدورهم فقال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الكلمة أجمعوا قالوا أسروها في صدورهم فأخرجها الله سبحانه وتعالى قلتم أن هذا شنو حكاية أن هذا شنو حكاية إحنا مسلمين أصحاب حق وفينا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل والملائكة تؤي والله حكم المتقين وهكذا ينتفش الباطل ينتصر الباطل علينا حتى وينتفش ويولي وهو منتصر ما في مش الحكاية شيئا أن هذا قال قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وهذا نفس الشيء اليوم لابد أن نطرحه على أنفسنا وهك علاش أنا اخترت موضوع التقوى موضوع هذا الزاد الذي هو الحل الآن ولا يمكن اختزاله في محاضرة أو درس دروس لما نزلت الهزيمة والمذلة وكانت المذلة قال لهم طب الوحد يعني ثم أشياء أسباب لابد أن تجتثوها من بينكم خرجوها الحاجة هذه من بينكم توقفوها ما تستغربوش لأن في غزوة أحد كان كان النصر أولا ثم كانت الهزيمة ثانية ثم اختار الله سبحانه وتعالى ما هو أغلى من النصر ومن الغنيمة وهو القرآن الذي يتلى إلى قيام الساعة ويبقى دروسا للأمة الإسلامية على مد العصور والأماكن إلى قيام الساعة هذا هو الذي هو أغلى من النصر ومن الغنيمة حتى لما يحل بنا ما حل بهم من الشداد وعلم لتبلونا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس في الحياة أنا فجاء الحمد قالوا لقد صدقكم وعد الله وعد صحيح المسلمون وأنتم أولى بالنصر وبالتمكين والعاقبة المتقين والله سبحانه وتعالى كتب قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض رزق في بادي الصالح فالمشكلة أحنا صالحين ولا مش صالحين هذه المشكلة إذن الرجل أنفسنا أما الوعد ربي قال خلاص يعني فماشي حاجة ربي يكتبها ويجب واحد يمحيها قال ربي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض هذه يرجع عبادي الصالح فالمسألة وين في شكون في نحن فقال فهنا أرشدهم فقال لقد صدقكم الله وعده ما تقولوش أن هذا منين هذا احنا صدقناكم قلنا ان العاقب المتقين والتمكين للصالحين وعباد الله هم المسلمون هم الفائزون وكل هذا اثبتناه قال لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه قتلوا فيه حتى وهم هلبين حتى اذا فشلتم والفشل هو أنك تشك في نصر الله تتزعزع من داخل وتنازعتم في الأمر
وبعدين وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم يا أصحاب محمد يا خير القلوب يا أفضل جيل من يريد الدنيا أصحاب محمد نعم ومنكم من يريد الآخرة وقت نزلت الآية قال أحد الصحابة قال ما كنت أظن أن واحدا هكذا بالإفراح قال ما كنت أظن أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى نزلت الآية تخبرنا بما في صدوره هكذا البشر منكم ما يريد الدنيا لما نادوا الغنيمة الغنيمة يريد الغنيمة للتمكين للإسلام ها لك علاش احنا اليوم العبرة والتمكين يجب لان يكون للدين ليس للاشخاص ليس العبرة بمن يمكن لكن العبرة بماذا سنحكم بعد التمكين ليس العبرة التمكين ليس للاشخاص ولا الاحزاب ولا الفئات ولا التمكين يجب ان يكون للدين للاسلام والمسلمين هذا المطلوب فهنا ارشدهم اول ما ارشدهم قال ها هو الآه استبدأ ثم ناداهم بصفة الإيمان وأرشدنا وأرشدهم إلى طريق الإصلاح ما الحل؟ صارت الهزيمة قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الهزيمة الميدانية قرآنا نزل دواء وحلا لأزمة كثيرا ما تتخبط فيها الأمة الإسلامية على مر العصور فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نحن نحكي على قتال وهزيمة ونصر قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أبو ماكم أن يفوز برحمة ربي إلا من يطيع ربي هو النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم راهو المفاتيح يا أحبتي أقول أننا كمسلمين إننا ننفرد بالحل ننفرد بالحل لإنقاذ ليس بلادنا تونس إنما لإنقاذ البشرية لو تمسكنا بالتنزيل لو تمسكنا بالتنزيل اللي هو الكتاب والسنة لأن السنة كذلك من التنزيل ومحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إذن هنا قال فليحذر التحذير كبير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ أمر محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شوف أنا مرة سامحوني بين قوسين نحكي لكم الحكاية الصغيرة في أنا في عام 91 قريبا نحكي يمكن اكتوبر نوفمبر هكاك 91 كنت في الجزائر وكانت انا ذاك الحركه الاسلاميه اللي هي معروفه جبهه الانقاذ على في اوج عطائها والمعروف انها ستتمكن وكل المؤشرات تقول ان هؤلاء مسلمون وحريصون على تطبيق شرع الله وانهم سيصلون الى السلطه فكان فقاموا بعملية سبع آراء في بعض الأماكن وخاصة الأماكن اللي فيها الانحرافات ففي عملية سبع آراء كان هناك صحفي وكان موجود أحد قيادات جبهة الإسلامية اللي هو الشيخ علي بن الحاج أسأل الله أن ينصر به الإسلام ويعز به المسلمين فسألوا صحافي هما واضح أنهم ماشيين من هو واصلين بحول الله بس فاش قالوا الصحافي هذا وكان خبيثا كان ثاني اكثر لا اقول حتى لا اتجنى على العديد من الصحفيين الطيبين ف
قالوا أنت باللهجة الجزائرية قالوا أنت لما تروح للصبح ومش قلونا كما قال محمد اذهبوا أنتم الطلقاء أو ميتاب مش صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالوا أنتم لما تروح للصبح وما عارفين مراجل مراجل قالوا تقولون اذهبوا أنتم الطلقاء قالوا الشيخ علي الحاج غفر الله لنا وله قالوا لا قالوا سنقول لكم اروحوا أنتم الأسرى وأنا ذاك سبحان الله وقرت في صدري هذه الآية وزلزلتني من الداخل فقلت إن الجزائر قادمة على فتنة معظم وهذا محل لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أنت لما تروح الصلاة يعني قال نعم أقول لكم اذهبوا أنتم الطلقاء العفو والصفح من شيء الإسلام ومن سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى ماذا قال قال إن كنتم تحبون قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني ولا تبع هوى شهواته ونفسي وحزني وجمالي اتبعوني يحببكم الله وهذا في حد ذاته كذلك موضوع كبير حول محبة الله وجل الله لأن الله وعد قال فسوف يأتي الله بقوم شنو صفتهم قال يحبهم ويحبهم وصدق طريق المحبة فقال قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني غمض عينيه هل مخ هذا ما يخدمش مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي سمعا وطاعة يا رسول الله فكان فعلا وهذا ما يجب وأقرن هذا بهذا قال يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره وهنا في سورة في القرآن الذي نزلت عقبات على هزيمة أحد قال وأطيعوا الله والرسول وعلق ذلك لعلكم ترحمون اللهم ارحمنا ارحمنا واحنا النبي في واد واحنا في واد رحمة الله مقتصرة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحب رحمة ربي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة ماشي معقد معادلة بسيطة جدا لأن ربي قال اقتصر قال تحب رحمة ربي واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذه لعل رأي في العربية تأكيد لأنكم رحم بل ال ما يسمى الإفراط أو الاقتصار رحم على اثنين ثم اثنين هذه ثم رحمة ربي ثم اثنين هذه قبلك الآية من قبلها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم قال بعد ذلك وسارعوا الوين إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين احنا ذكرنا هذا الكل باش نشوف صفة المتقين لعل الله سبحانه وتعالى لعلنا نتصف بهذه الصفات والصفات هي عديدة نلتمسها في حديث النبي الذي ذكر في وصيته قال قتل أحدهم كل إيه بعض أتبع سيد حسن كلنا خطأهم شكون اللي يقول ابن الرجل بل النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم في هذا بقوله كل بني آدم خطا لم يستثني أحد ما قالش إلا الأنبياء ولا المرسلين ولا حفظ القرآن ولا رواد المساجد ولا جماعة الحين ولا جماعة الكشاش ولا حتى أحد قال كل بني آدم كل من يمد للآدمية بصلة أنت آدم مش آدم أنت خطا ولكن خير الخطائين فهل في الخطائين خيرية؟ نعم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الخطائين خيرين من هم؟ أو خيريين من هم؟ هو التوابون وهنا قال أتبع السيئة الحد مباشرة أساء مباشرة السيئة أعطيها حسن امحيها ما تبت عليها وما تركض وما تدخل وما تركب سيارتك إلا ما تحس سيارة لبنى وما تدخل لشغلك إلا ما تحس سيارة لبنى واحنا ولو ان هذا كذلك من الاشياء ان الله سبحانه وتعالى جعلنا محطات تطهير في كل محطه ها الم تقرأوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قال الجمعه الى رمضان والجمعه الى الجمعه
والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن تخطئ ما لم تشرك ما اجتنبت الكبائر طبعا من جمع الذنوب السنه حطلك محطه رمضان بدل عاود جدد من جديد التوبه من جمعه لجمعه كل معناها جمعه حطلك يعني يمحيك يغسلك اكثر جينا ذنوب الساعات مش الايام الساعات اهرع الى الصلاه فهذا طبيعته إذن هنا في صفات المتقين ماذا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين أي الحبل ذهب الذين ينفقون في السراء والضراء عنده ولا ما عندوش هذا امتحان سبحان الله والله وحده وقت ليقرأ قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة 100 حبة ليه سوى درع يعني تحط دينار في هذا الصندوق ولا للمسجد دينار طبعا تنفقه في مصارف الصدقة تحط سوى دينار تشتغل 700 دينار عند رجل والله يضاعف لمن يشاء مش هذا العدد لا لا الله لا يحصي احدا نعم الله علينا الله واسع اوسع من سبعه انما له مقترب لنا لاذهان فيقوا فيق اي دينارات مشي فقال الذين ينفقون في السراء والضراء ايه وبعدين كاظمين الغيظ ولكن اردفهم من كظم الغيظ بالعفو والعافين عن المؤمنين الناس مش عن المؤمنين مش عن المشتاف كان على خلق لا لابد ان نعفو عن بعضنا البعض بل الذين وخاصه نحن اننا مسلمون صحيح عشان تصحوا عشنا عمليه مسخ عشنا عمليه تغريب بل انا اقول لكم عشنا عمليه محاوله اجتفاء حاولوا ان يجتثونا ويبعدونا عن ديننا وعن قراننا وعن اسلامنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فبالتالي لابد ان نعذر اخواننا وجيراننا ورواد المقاهي ورواد الحانات والمتبرجه بل هنا لابد ان نشعر اننا مقصرون في حق هؤلاء لانهم اما ان يكونوا ابنائنا ولا اخواننا ولا جيراننا ولا زملائنا وهؤلاء ضحايا وعلينا احبتي افيقوا علينا ان نتذكر وان نضع امام اعيننا قول الله تعالى كذلك كنتم كل ما عشناه من تصحر من محاولة الشتاء من تغريب يقول يجب ان نكون خارج هذا الباب من المسجد فانما هي منه من الله علينا اننا نحن هنا وهذا نعيم انما ذلكم الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم مش انت حبيت يا سيدي ما لا تمن عليه اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان وهنا قال انما حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق نصر مش من عنده عطاء هذا عطاء شكر الرب عليه اجنبه اتعمموا يا محبتي والله صحب والله لابد ان نشعر بالنعمه هذه شكر ان ربي ما شوف يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر تجده عائشة يقول حتى تتفطر قدمه وهو يبكي فتحبش تستغرب يقول لك يا رسول الله عالم البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر نزل في القرآن ربي أعلنها إلى قيام الساعة
قال ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك فتجده يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وتسأل عائشة يقول علم البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيب إجابة العارف أفلا أكون عبدا شكورا أنا نحب نستحضر كل وفرد فينا هون حاضرين نعمة ربي هذه أن الله قال كذلك كنتم فمن الله عليكم وشكر النعمة هذه تنقلها لغيره تنقلها لذلك السلام واللي شدد القهوة مخلي بيضرب واللي متبرج واللي يسكن واللي هذا الناس لابد أننا نشفق عليهم ونحاول أن نجرهم ما استطعنا بالليل طبعا إلى الخير إلى النعمة التي من الله عليك قريناش لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه يحب لنفسه احنا العديد فينا منه ما بنعمل ما عندناش اولاد شنو مش معانا في الجامع تشبينا نتعدوا من المقاهي نلقاهم مليانين تتعدى نصف الليل تلقاهم مليان اوقات والماضي ساعه تقول هذيا سبحان الله لا عنده عائله معناها لا عنده عائله ولا عنده صغار يتلاديهم مع يضربها اربع خمسه سته ساعات في البرد في شديد برد انت تبدا متاكل واحد يعمل كما كان هو معناها مقرص على الكرسي والدخان خارج داخل خارج والروائح لا حول ولا قوة الا بالله هؤلاء لابد اننا نشفق عليهم نحاول ان ننقل نعمة الله التي منها علينا اليهم نحاول ان نجر انت كأن شوف يا اخي راهو احنا عبارة وحدة القاء منبع منبع خير وقال هذا ليا خلينا نروح لا منبع الخير هذا يلزمنا نجلبوا له العباد ونجلبوا له ابناء وجيران وزملاء في العمل في المحيط المدرسي وفي المحيط الجامعي حتى ننقذوا ما يمكن انقاذه ننقذ ما يمكن انقاذه وخاصة العبرة هنا وخيانا كعليش العبرة أنه راه صلاحنا ما ينفعناش كيف ما ينقذناش عائشة لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان تسأل وسيخسر يحكي عن خسر والمسر وسيكون فقالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون سير جد قال؟ قال نعم قال نعم ونحن نعرف القصة التي قصة القرية التي عتت عن أمر ربها التي عصت أمر ربها أمر الله سبحانه وتعالى فأرسل الله فنزل جبريل فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل وقال اخسف بهذه القرية الأرض أو اطبق عليهم الجبلين اخسف بهم الأرض فنزل جبريل وجلس خلال الديار فوجد عبدا صالحا يتعبد يعبد الله تقي نقي طاهر نظيف فقال يا رب في عبدك فلان قال الله سبحانه وتعالى به فابدأ يا جبريل انظر الخطورة وهذا متطابق مع قول عائشة أنهلك في الصلاة؟ قال نعم نعم يمنعنا صلاحنا من الهلاك؟ لا ما يمنعناش أنا نطرح السؤال بصيغة ثانية سؤال عائشة نطرحه بصيغة ثانية أنهلك وفينا المصلحون؟ نعم الإجابة من القرآن الإجابة من عند الله الإجابة من فوق سبع سماوات الإجابة في كتاب الله قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلما وأهلها مصلحون أي شفت الفرق بين الصلاة والإصلاح ما يكفيش تشيش الجامعة وما يكفيش تدفع
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نسأل الله يحشرنا معهم. تعرف ايش قالوا؟ كانوا كل واحد يلقى وراء المسألة ماهيش خيرية باش تقع في النخل. لا 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 حول ولا قوة الا بالله، هذا حمل أثقل من حملكم فحسب. إنما الصحابة عندما يتلقون حديثا يهرعون ينقلون في المقاهي في الشوارع في النوادي في المدارس في كل مكان، لأنه حمل حمل ماش تتزود باش ليس العلم بالتعلم، العلم ماهوش باش تتعلم وتعلم، باش تتعلم الناس باش تعيش به. العلم للعمل، قال ينادي العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم للعمل. والهنا نرجع للصلاح والمصلح. رحنا اليوم وهذا كل اللي جرى الكلام هذا هو أننا بنستشعر نعمة الله علينا اللي تتلقاه لهنا مش ينقلوا لمرتك ولولادك والجيران والزملاء ولكل المحيط اللي انت عايش فيه، وإلا أنك ستسأل كلهم مش يشدوك من هنا يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعشرته التي كانت تؤوي نسيتها لكل منهم يومئذ شأن كلهم مش يقرروا منك انت كنت تدخل الجامعة وكنت تتعلم. انا مربي ما منش علي كما من عليك انت، النعمة اللي خصك بها خليتها في جيبك وخليتها لروحك. تأكدوا ان ابنتك المتبرجة ستتبرأ منك يوم القيامة وستطلب حقها، وابنك الذي لا يصلي سيطلب حقه. انا ما نحكيش هذا على النصابة اللي اليوم وردوها ولا بيحبوا ياخذوا لها البراءة مش براءة علمية، يحبوا ياخذوا لها ما يسموها الحق الحق ما يسمى الحقوق هذه الرقص اليوم صار حق التعبير مش حق التعبير، لا ما يسميوها الملكية الفكرية. ملكية حق لقاية ملكية، يحب يقول القانون هذا الرقص هكا حق من حقك من تبدا ترقص وتخرج والعياذ بالله الرقص يعني تخرج الملابس الداخلية وتعمل كذا كذا، وهذا عبروا عنه اليوم لهم في الإذاعة شمس فين؟ وقنوات الفضائية أو الفضائحية الذي ابتلينا بها في زماننا هذا. انتوا العشية دهش الأبو قالوا عوض أن تكون قضية شأن عام، مش قضية، شنو قضية اللي تعملوا فيها أنتم؟ أما أنا بالعوض يتصور مع واحدة بنية صغيرة متحشمة هذه قضية رأي، أما بنات يخلعوا لباسهم الداخلي ويرقصوا على أولاد في مؤسسة تربوية هذه تشبكوا ما عملتوا منها قضية ولا قضية رأي. قالوا لهم هذه تستحق الملكية الفكرية. تعرف الملكية الفكرية ايش معناها ولا؟ واحد وقت اللي يألف كتاب وإلا كتاب في الأدب كتاب في الشعر كتاب كذا يقول هذا متهم يعمل ملكية فكرية، وهذا خالف مخالف الشريعة أو حقوق الطبع وحقوق مش عارف شنو. احنا عالمنا والحمد لله من الله علينا بعلماء يشوفوا كتاب يقول حقوق الطبع متاحة، فهمت؟ في مؤسسة تربوية نجي نقل الإسلام ومن بعد نلقاه شكون ينادي من بني جلدتنا والذين يتكلمون بلغتنا. أحبتي أنا أقول هذا الكلام ليس لأغيظ قلوبكم على غيره، لا، نحن لا ندخل الجنة وفي قلبنا مثقال ذرة من غيره، بل أقول هذا لأشعركم بثقل الحمل بثقل المسؤولية. هذه مسؤولية نرى، مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، مسؤولية المربين، مسؤولية المسؤولين، مسؤولية السياسيين، هذه مسؤولية، هذه أمانة. أبناؤنا أمانة وبلادنا أمانة ومساجدنا أمانة ومقاهينا أمانة وشوارعنا أمانة. هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، علينا أن نتزود حتى نحمل الأمانة. فبتقوى الله نستطيع أن نحمل هذه الأمانة وأن نصلح حتى نقي بلادنا الخير.
الفسق والمسخ والكوارث والجفاف. إذا لم نصلح إذا سكتنا يقولون هذا يا سيدي تشبكوا هذه مع قضية قضية شعرة هذه راح القضية هذه تستحق الملكية الفكرية مسؤول راح يا خير وش إن كان هذا من النخبة اللي نادوا بهذه اللي عبر عليهم النخبة. نسأل الله أن يصلح حالنا. أمين يا أمين. نسأل الله أن يطهر بلادنا من كل متربص بالإسلام. أمين. أعود إلى صفات المتقين لأقول قال هنا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لعلم الله سبحانه وتعالى بطبيعة هذا البشر فلم يقل الكاظمين الغيظ يجب يتفجر الكاظمين يتفجر الناس قال لابد أن تتبع كظم الغيظ بالعفو والعفو يجب أن يكون عن مقدرة ليس كما قال الشيخ غفر الله لنا وله قال له لا ارحم انتم الوسطى لا عندما تقدر اما شي شي واحد واحد هد عليك وانت ما تقدرش ماكش قادر باش تاخذ حقك منه كما نقولوا سلب لك مالك وسلب لك وكذا وانت عفيت عليك لا لابد انك تكون قادر وتاخذ حقك حقوق القادر وانت في موضع قوة عفوت عنك فالعفو لا يعتبر عفوا ولا ينال الجزاء العفوي الا عن مقدرة الا عن مقدرة فهنا قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اي وقفت هنا الصفات وقفت لنا اشكركم ما زالت صفات المتقين قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال والذين إذا فعلوا شو في حشا نحن نصف المتقين شو ما في حشا نعم فهؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لا نستثنيهم من قافلة المتقين بل يطمعهم ويفتح أمامه الأبواب للالتحاق بقافلة المتقين فقال والذين إذا فعلوا فاحشة على مرات في الفسق أو ظلموا أنفسهم لكن ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال المفسرون يعلمون أنها معصية وفعلوا ولكنهم لم يصروا فقالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار تستحق الذنب صغيرة فهذا يصبح كبيرة أما وإن كانت كبيرة وعدت إلى الله وتبت ورجعت وبكيت فأنت تلتحق بإذن الله بقافلة المتقين هذه صفات المتقين التي أدعو نفسي وإياكم أن نتصف بها كاظمين الغيظ أولا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وكذلك الصفات التي جاءت في الحديث قال اتق الله حيثما كنت وهو المتقي الشاب اتبع السيئه الحسنه تمحوها وهو المتقي الشاب وخالق الناس كل الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق هذه صفات المتقين التي اوصي نفسي واياكم ان نصف بها ان نتصف بها عسى الله سبحانه وتعالى ان ينقذنا ونكون وتكون العاقبه لنا لان العاقبة لشكون؟ للمتقين، العاقبة للرقصين، العاقبة للمفسدين، العاقبة للمتقين وللصالحين المصلحين. اطمئن يا مسلم فقط يعني اصلح لا تكتفي بالصلاح لاصلاح نفسك اصلح ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاربوا
وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. هذا الصحابة اجتنبوا، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضله. بالكلام أكثر من العمل، لأننا ندخل الجنة بما كنتم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقلنا أن خاصة الإصلاح، وهذا قلنا مواضيع كثيرة التي تطرقت إليها هي مواضيع في حد ذاتها محاضرات، إلا أننا لا بد أن نبدأ بالزاد الأصلي وهو التقوى، أن نتصف بصفات المتقين، ثم آتي إلى تعريف علي رضي الله عنه للتقوى فقال الخوف من الجليل. وهذه الأشياء نضعها أمام أعيننا لنحاسب أنفسنا، فلو أخذنا الخوف من الجليل يوميا تحاسب نفسك، تصلي تخاف من الجليل، حتى الصلاة يعني. حتى الصلاة لابد أن نحاسب. يعني يقول بعض الصالحين قال إني معناها أحسن الوضوء وأقف بين يدي الله، فأحسن القراءة ويحسن الصلاة ويحسن السجود ويحسن الركوع. قال ولا أدري أقبلها الله مني أم ردها الله عليك. فتبقى ربي إنما يتقبل الله من المتقين. المؤمن على خطر، يعني لابد أن أننا نعي أن 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 الطريق هذه ما هيش طريق، يعني ما هيش طريق يعني واحد أن أي سيف من حجر، لكن هي واضحة. لماذا؟ لأن السلعة غالية، السلعة غالية، لابد أنك تشق أن نشق على أنفسنا شيئا ما. فقال الخوف من الجليل، الخوف من الله، هذا وضع الله سبحانه وتعالى في كتابه طريقا واضحة المعالم لتكون ممن يخاف الله، وهي وصية ربنا ولا تخافوا الناس واخشوني ولا تخافوهم وخافوني. أمرنا الله بأن نخافه، وكان الصالحون يسألون اللهم أن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هكذا الصالح يدعو الله أن يكون ممن يخافه ويخشاه. قال الخوف من الجليل، فهذا الخوف لابد أننا نستحضره في كل وقت وحين في حياتنا. قل أنا والله خليتهم يشجعني، يعني بعض الناس اللي أنا خليت أولادي نعرف عليهم، واحدة تشات والأخرى يتفرج في المجلات وتصور، والأخر في القهوة، والأخر من عشوين، وهذا هو المجال. من يتخاف؟ أين الخوف من الله؟ أين الخوف من الله؟ وكذلك الخوف من الله يكون الخوف من الجليل، يكون كذلك في أن تخشى أن تخاف ربي فيه. واحد يقول لك خاف ربي في جيرانك، خاف ربي في أبنائك، خاف ربي في الرعية الكل، خاف ربي في مال سيد بتاعك، في المال الرش لخدمه، خاف ربي فيه. إن الله يحب إذا عمل عمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله إخوتي أحبتي في الله، لا نجد أروع ولا أشمل ولا أرحم من شريعة ربي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الخوف من شيء. أما العمل بالتنزيل فهذا بحر، العمل بالتنزيل هذا بحر من البحور ومحاضرة في حد ذاتها. ولكنني ألمح شيء معين، ألمح أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في بلادنا، أنعم علينا بأن اجتث الباطل من بيننا. أرانا آيات، احنا رينا آيات، شكون كان يتصور اللي احنا نوصل وضعية الحمد لله. نعم، منا من الله سبحانه وتعالى. والله لو كانت المسألة اقتصرت على بلادنا ووقفت لهنا، فالمسألة يمكن واحد يظن أن الناس هذه خصاصة وهذه انفجار وظلم الناس، انفجرت الناس، اتظلمت الناس.
المسألة أكبر من هكذا بكثير. فالمسألة هذه راهي اللي ما يرجحهاش لله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر من كفر النعم. والعياذ بالله، نسأل الله أن يوفقنا لشكره على هذه النعم. لأن لماذا؟ لأن شوف قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وين؟ ونجعلهم أئمة. أئمة يعني قادة، أسياد قادة، أئمة في الاختراعات، أئمة مشكلة في الجوامع، أئمة في الأخلاق، أئمة في السياسة، أئمة في الاقتصاد، أئمة في الاختراعات. ما نشكون هم المأمومين غير المسلمين. أذان. إذا قلنا العمل بالتنزيل من واجب كل فرد فينا، والعمل بالتنزيل يجب أن نترجمه هناك واجبات تقوم على أفراد، فكلنا كل فرد فينا سيسأل عن التنزيل. تعلم من التنزيل أنه واجب عليك وعلى أبنائك، واجب عليك كذا، واجب عليك هذا، كل الناس تعرف الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط الامور فقال: الحلال بين الحرام بين. الناس كل تعرف الحلال وحرام، يكذب عليك لما يقول لك انا ما نعرفش الشراب حرام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما امور متشابهات او مشتبهات. شو معناها متشابهات؟ يعني اشتبه على العلماء حكم، هذا قال حلال ومباح، وهذا قال مكروه، وهذا قال حرام. النبي كيفاش وصلنا؟ اش قال؟ قال: فمن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وحرمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اش ناسك يا مرة؟ بل الصالحون كانوا يدعون الكثير من الحلال اتقاء الحرام. ذاقت الدنيا هو من اصل لا شيء لباعه، ذاقت عليك الدنيا ما تلوش كان على هذه. يعني معناها فهذا العمل بالتنزيل لا ننتظر، لا احنا اليوم حتى حتى تقام الشريعه وتقام الحكم الاسلامي والولايه ومش عارف شنو وهلم جرى وما بغض النظر عن المصطلحات، لكن انت يا مسلم مسؤول عن رعيتك. فلا يعتقد انت تعرف الحلال وتعرف الحرام وتعرف الواجب وستسال، وهذا من التنزيل، وعليك ان تنزل ان تعمل به كفرد. وهناك عمل بالتنزيل جماعي، وأنا أدعو حتى لا يكون كلامنا هذا كلام، بل يكون متبوعا بفعال. أدعو هذا المسجد أن يسعى، وهيئة المسجد بالذات أن تسعى لإعادة رسالة المسجد. شنو هي رسالة المسجد؟ في التاريخ الإسلامي المسجد يشرع على الحي، يلزم أكثر ناس تقف مع سلك العباد هذه، ويلزمك تعرف نقول أنا المحتاجين والمحرومين والمعاقين وضعاف الحال والمرض والعم الحال واللي أنجح واللي عرش واللي هذا الكل، يلزم رواد المسجد يكونوا بجنبهم في الحالة هذه، ويلزم تكون عندهم حالة يلزم تسمى خلية اسمها أو خلية أو سميوها اللي شاء، لجنة اجتماعية تهتم بالناس. صلي وتروح، صلي وتروح واحد جيعان وعندك معاق في 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 جارك ولا في حيك ما عاد بالكش فيه وما تعرفش منين تصلي، ها ما صليت هذا. لابد أن يعود للمسجد دور. إنما كان في السابق ما سميها بلجان الأحياء والمجد الاجتماعية وما نشر، هذه سياسة لإفراط المسجد من رسالته. لابد أن نريد نعيد المسجد إلى دوره الرئيسي في حينا. وفي تحية المسجد. نعم، بل أصبحوا لأنهم يعلمون تاريخيا أن المسجد هو المنارة التي يلجأ إليها كل الناس بكل طوائفهم. فهم يخشون من دور المسجد ومن رسالة المسجد، ولكنني أدعو حتى نعمل على التنزيل أن نحول مسجدنا
إلى أكبر مؤسسة تهتم نعمة رب تهتم بشؤون الحي بشؤون الجيران، لأن إحنا يحسدوننا أعداء الإسلام يحسدون على هذه المؤسسة، هذه المؤسسة لصيقة بالمواطنين والناس حتى لم يصلي يشتقه ولا تبرع ولا كذا، معنى تقى يحترم رواد المسجد ويسمع كلامه، وقت اللي تصيب على تهبط عليه مصيبه يجي يقول بالله يحكي فما وكذا وينصحني وشو، بل معناها يصغي. وهذا كما ذكرت في البدايه قلت هذا واجب لتعميم، وهذا لابد هذا من العمل بالتنزيل الجميع ما يستنى حد، هذه رساله المسجد. كذلك لابد ان تكون هناك لجنه تهتم بالنشر التربيه من القران للحديث للسيره، هذا خلي يقولوا اخويا يعلموا في وهو شيء ايا كان في بيوت الله، لابد ان يكون هناك معناها خلايا، بل خلايا مش خلايا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره يدخل يقرا هذه حلقه وهذه حلقه وهذه حلقه وهذه حلقه، خلايا كخلايا النحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يشير الى حلقه القران هذه افضل، ولكني بعثت معلم، ويمشي لحلقه الفقه. وقت لا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه ما يمشيوش ما تنفضش الحلقه هيك. النبي صلى الله عليه وسلم مش شيخ من المشايخ ولا واحد يدرس معه، لا. قال هذه افضل الي ولكني بعثت معلم ونمشي حلقه العلم حلقه الفقه. ولا تنفض الحلقه الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لا. هذا ما كان عليه مساجدنا. علاش رواد المقاهي اكثر من رواد المسجد؟ علاش نقعد وقت نقعد في المسجد على خاطر مهجور، ولان ابليس اللعين اخذ على عهدا على نفسه قال لا اضلنهم ولا امنينهم، قال ولا اتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم ولا تجد اكثرهم شيئا، ما نخليهمش يشكروك. وشهدك للجامعه برك شكر لله سبحان الله، وبقائك لهنا شكر لله. فلا بد ان نعيد المسجد دوره، لا بد ان تكون كما هناك لجنه شؤون اجتماعيه سميهم، كذلك لا بد لجنه تربويه تهتم بالنشر وتقوم بزياره المدارس لملاء وتنصح وتقوم بعمليه مسح على العائلات. يا جماعه احنا الليله العائله الفلانيه مش نزوروها، مش نشوفوا احوال ابنائها، مش وينهم من القران، فيها باس. ما احناش غرباء على بعضنا البعض. تمشيش عادة تقولوا هذا معنى راهو غرسوا فينا شعارات والعياذ بالله يموم عليك بنفسك. تش يم استح كل شيء تبقى مكرح. ان هذه امثال والعياذ بالله امثال احتلالية تفريقية تخريبية افسادية. انما انا اعطيكم حاجة، مرة سيدنا أبو بكر صعد على المنبر وهو معناها مشحون، فقال قرأ آية قرآنية قال وهو قول الله تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما هو هذه استمتوا منها اليهود يموم من عليك بنفسك. قال إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تؤولونها على غير ما نزل، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء فلتطرحنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو لا يلعن الله لا يلعن الله أو لا يلعننكم كما لعنهم ولا تدعون لا يدعون خيارا فلا يستجيب لكم. هذه رواية، فما رواية قال الذي ذكرها الأخ جزاه الله خير. أما أردت نحب الرواية لا على قال ولا يدعون خيارا فلا يستجيب لكم. تسكت على المنكر يا مؤمنين شهد وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضر. هذا تفسير من؟ تفسير أبا بكر رضي الله عنه. هل هناك في على مد العصور من يخالف أبا بكر في تفسير هذا؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يراد بها
يا مؤمن عليك بنفسكم ونفسي نفسي والباقي ما نقولوش احنا نقول اللهم ارحم جميع المسلمين امين فلابد العمل بالتنزيل نحوله يصير من الكتاب يصير من الخطابات نحوله مسجدنا هذا الى خلف اقل شيء خليته وحده تهتم بالفقراء والمساكين والمعاقين والمحرومين والبطاله وتاخذ من الاغنياء وترد الى الفقراء تاخذ من الاغنياء وترد الى الفقراء شكونهم العمناء رواد المسجد وهيئه المسجد والذين ينتخبون رواد المسجد ولا بد من تشكيل لجنه تقوم على التربيه تربيه النشر لان اليوم والواضح انهم يستهدفوننا في اغلى ما نملك في نسلنا في نشئنا في ابنائنا ويعدون هذا تنفيس ترفيه بل يطالبون كما قلت لكم بالملكيه الفكريه حسبنا الله ونعم الوكيل ثم حتى لا اطيل عليكم لكذلك ندعو كل من تقلد مسؤوليا نذكره انها امانه وعليه ان يثق يدعو الناس الى العمل بالتنزيل ان الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون ما كناش نستناو في النعمه اللي هبطت علينا هكا صبه واحده واشتث الباطل واشتث الظلم واشتث الاستضعاف من بين اظهرنا فعلينا ان نشكر الله سبحانه وتعالى لان الله يقول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض هنا تفسير عنك واستخلاف الافراد مش التمكين لهم يعني ويستخلفكم فينظر كيف تعملون يا اخي انت ماك مسؤول على الناس تقبل ما تقبلش بل بالعكس الناس متعطشه الناس مليعه والله العظيم مليعه واليوم مش الناس التوانسه البشريه كلها ستعوب الى شرع الله الى شريعته لماذا لان البشريه واحد مره انا اعطيكم فقط مثال بسيط جدا بريطانيا اليوم تدعو الى الفائده صفر في النظام الاقتصادي بتاعها فمرة نحكي مع بعض الجلامات قلت لك تكنيك كومون مونيتير سامحوني الكلام بلفظه هو بلسانه يعني هذه الفنون المالية إدارة المال قالت هذا خلاص بارك الله فيك نحن نمتاز عليها بعلم التنزيل محرومين منه احنا نمتاز على غيرنا بعلم التنزيل اخواننا يجب ان نعي اننا ننفرد بالحل ننفرد بإنقاذ البشرية فلا نتنكب الطريق ولا نقول هذا نرمي مصدر ثرائنا مصدر عزتنا مصدر كرامتنا مصدر سيادتنا نرميه في الدرج ونقول له هذا مش عقل إن الحل يكمن في الإسلام والعودة بالإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه اللهم صل على محمد أمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا ترهقنا من أمرنا عسرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كربنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واهدنا سبل السلام واخرجنا اللهم من الظلمات الى النور واهدنا صراطك المستقيم ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا الغلاء وارفع عنا الربا وارفع عنا الزنا وارفع عنا كل ما يسيء بلادنا اللهم
طهر بلادنا من المجرمين، وطهر بلادنا من المفسدين، وطهر بلادنا من أعداء الدين، أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل أمرنا إلى خيارنا، ولا تجعل أمرنا إلى شرارنا، ومكن للصالحين المصلحين منا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا يا الله، يا من لا إله سواه، يا من لا تغفل ولا تنام، يا من يرانا ولا نرى، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك ونلح في سؤالنا هذا، نسألك لذة النظر إلى وجهك، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، أصلحنا وأصلح بنا. اللهم أصلح لنا الأزواج والذرية، اللهم أصلح لنا بلادنا، اللهم أصلح لنا بلاد، وأصلح لنا أبناء، وأصلح لنا نساء، وأصلح لنا جيران، وأصلح لنا مؤسسات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا نعوذ بك من شهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا نعوذ بك من شر الأشرار، ومن كيد الفجار. يا مقلب الليل والنهار، يا هازم الأحزاب، يا منشي السحاب، يا رب الأرباب، يا الله يا الله. من أراد بالإسلام كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم اجعل كيد الكائدين في تضليل، واجعل اللهم مكر الماكرين بوار. اللهم اجعل مكر الماكرين بوار، اللهم اجعل مكر الماكرين بوار، واجعل كيد الكائدين في تضليل. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واللهم زدنا علما وزدنا قربة إليك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكبرياء والغرور واتباع الهوى. ربنا اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا غيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك، نشكو إليك حالنا، نشكو إليك حالنا، نشكو إليك من الظالمين، نشكو إليك من المتربصين. يا الله يا سميع يا عليم، يا الله يا جبار يا قهار، يا ربي نشكو إليك من الظالمين، ونشكو إليك من المفسدين، ونشكو إليك من المتربصين بالدين، نشكو إليك من المتربصين بأبنائنا، نشكو إليك من المفسدين، نشكو إليك من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم نشكو إليك يا ربي ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا ربي نشكو إليك جهلنا، ونشكو إليك غفلتنا، ونشكو إليك حيرتنا، ونشكو إليك من نفوسنا. يا الله نشكو إليك من نفوسنا التي بين جنبينا، نشكو إليك من نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل تقواك زادنا، اللهم اجعل تقواك زادنا، وثقتنا بك ذخرنا واعتقادنا، وإلى الجنة بأمن مآلنا. اللهم يا رب نسألك، يا الله نسألك من خير ما
سألك من هو عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.